يبقى عندنا سي. هنحط هنا الـ A sharp. هيقابلنا ايه تاني؟ هيقابلنا ان احنا ازاي نعدل الموضوع ده اكتر، نخليه احلى. تعال نقفل الجيتار كده ونركز في دول، وبعد كده تعال اتأكد ان الفلوستيز منطقية شوية، ما يبقاش فيه نوات مزعقة نوات خلاك، لان ده هيبقى صوت وحش جدا. ناخد الاول البيس ونحاول نخليهم يعني مثلا ده عالي زيادة عن اللزوم، فخليهم قريبين من بعض كده. وممكن الاواخر تبقى سلايتلي باورفول شوية عن اللي قبليه، علشان ده بيعمل اكسنت للي جاي للنوتة اللي بعديه. او ممكن اول واحدة تبقى برضو اقوى شوية من لان دايما النوتة الاولى واواخر خالص المجاميع بتاعت الفور بارز او الايت بارز اللي انت بتعملهم، يعني اللي بيتكرروا دول، اخر واحده دي بتليد لاول واحده اللي بعديها، اللي هما الاثنين عاده بيبقوا اقوياء برضو. اخر واحده بتبقى قويه واللي بعديها بتبقى اقوى كمان، علشان تعمل اكسنت. الاكسنت ده مهم جدا، انت ما بتلعبش موسيقى كده ملهاش طعم لك عملت. فدي بتعمل اكسنت شويه، فدي حاجه كومن جدا. فممكن النتيجة مش وحشة. دي راحت في داهية خالص. نخليها واطية شوية. كان نشوف اللي بعديه. لازم احاول نخلي صوتهم كونسيستنت. دي بقى ممكن سلايتلي نعليها شويه، طبيعي تبقى اوضح يعني. تعال نسمع كده مع الجيتار اخباره ايه. تيجي احسن كتير، بس برضو في نفس الوقت احنا ممكن نحسن الموضوع ده على قد يعني، ممكن نحسنه كمان عن كده. اولا احنا طبعا انا بقوله ده برضو مش قاعده، في اغاني كتير جدا تتمشي كوردز كده وخلاص تمام، مفيش مشكله خالص. لكن لو دي لو حاجه لو عايز تطلع صوت رياليستيك، فهو البيانو عاده ما بيلعبش كده ساده قوي يعني. فاحنا ممكن نحاول ناخد نفس التكنيك ده. تعال نحط ده مثلا هنا، او نحط ده نخلي ده هنا في الاول، نحاول نلعب. انا بالنسبه لي اسهل ان انا العب احط الفكره نفسها، ونحاول نعمل حاجه صوتها شبه البيانو شويه. تعال نجرب كده. انا بقى عملت اختلاف شويه، وهي نفس الكوردز
برضو هعمل كوانتايز بالإيد. عادة البيز بيحب ينزل قبل شوية التوب. لو جينا نلاحظ كده انا لقينا لعب التلات نوت بس موزعهم على مسافة، لان حاطط الجي هنا، فهو ترايد اتلعب بس اتوزع على على كذا اوكتيف يعني، فدي بقت انترفل كده، مش بقاش ترايد قوي. الناينث بتاعت الكورد يعني مش لازم تعملها يعني، بس انا حطيت الدي. عشان الموضوع يبقى يعني بدي له كولر او طعم، برضو بتسيبريت نفسك عن المزيكا اللي صوتها اميتشرش يعني. هي مروبة كويس، بس احنا ممكن برضو نحسنها شوية عن كده. تعال نشوف بقى ممكن نعمل ايه. تعال نحاول نلعب نفس الموضوع شوية بس نديله طعم مختلف. الطعم المختلف ده اللي هي الليدنج نوتس والباسنج نوتس، اللي هم النوت اللي هم الان بتوين اللي بيلعبوا ممكن جوه الكوردز. دي ساعات بتعمل حاجه برضو حلوه قوي، بتخلي الموضوع غني اكتر يعني. تعال نشوف كده ممكن نعمل ايه. فهي هنا برضو ممكن نعمل ده. ولو في حاجة ما لعبتهاش حلو او نسيتها، في برضو حاجة ممكن نعملها كويس لو انت عايز تنجز في الوقت يعني. ممكن بدل ما تكونتايز 100% ممكن كوانتايز البدايات بس، يعني تخليه يلعب في البدايات بس، تقوله مثلا خليها 70% اللي هو يديك حاجة شبه الهيومن فيل بس مظبوطة في نفس الوقت. هنلاحظ ان في نوت هنا برضو مش صح، فممكن يعني تبعزه. برضه عن كوانتايز دول بنفس التكنيك اللي هو بتاع اللي هو 70% ده. انا محتاجة حرف فيه انه حرف ناقص عشان يكمل الاربيجيو، بس ده يبقى هادي شوية. في حرف ناقص برضو. هنا بنعمل اوفر دوبينج للميلودي نفسها، ودي حركة بتتعمل كتير، اللي هو بنعيد نفس اللي بيقوله الميلودي بنأكد عليها. لو انت بتلعب ميلودي انا بعرف العب ميلودي برضو، فكأنك بتقول للجيتارست كده. طبعا ممكن
ممكن تظبط بقى endlessly يعني، ممكن تقعد تظبط بقى velocities وبتاع وحاجات زي كده. بس من الحاجات المهمه اللي انت ممكن تعملها برضو ان خلي بالك انا بلعب ببيدل، في بيدل تحت، وطبعا اسهل ان انا ادوس على رجلي بالبيدل ان انا اقعد اعمل الشغل ده بايدي. بس لو لاي سبب ما عندكش برضو ده فانت يعني مثلا هنا في غلطة ان البيدل ما قفلش. خلي بالك البيدل لو ما قفلش قبل نزول الحدث الجديد او النوت الجديدة او الكورد الجديد، النوت دي هتبلورم على دي، هتسيح على دي، فهتديك نشاز، فده صوت مش برضو مش مرغوب فيه. فانت ممكن تقفل البيدل قبل نزول كل كورد، تعمل كده. خليها مع بداية الكورد عشان ما نحسش بالقطعة دي، ممكن مع بداية الكورد كده في حتة، هي ظبطتها رخمة شوية بس هي worth it. بس انت عبا اكسبيرمنت بال ان انت ده الشكل البيسك خالص، وانا ده مش عيب خالص يعني، ده يعني برضو بيتعمل كتير بالذات لما البيت يتملي، لما يبقى في حاجات كتيره. بس بدل ما يبقى المنظر كده ممكن مثلا يعني تدي براحه كده عشان برضو الموضوع ما يبقاش مدارس يعني. ممكن اوكيجنلي تقوم مدخل مثلا نوته جديده يعني، تعمل كده مثلا، تدخل دي كده وتعمل حاجة شبه اللي أنا لعبتها. ممكن هنا مثلا تعمل برضو passing note كده عشان لما تروح للكورد الجديد اللي هو G minor تاني اللي هو ده، يبقى في حاجة interesting، يبقى في المرجع الكروماتيك ده تارارا. ممكن بقى ساعتها تقول انا طب انا ممكن العب في الانفرجن، ممكن اعمل في الحالة دي بقى ممكن اختار النوتة دي بدل A بدل ما تعمل عشان نزلنا الانفرجن، تمام. ودي ممكن، وبرضو خد بالك الجيتار بينزل فين، حاول تلاقيهم بودانك يعني، برضو مش لازم يلعب ده كله. ممكن اوكيجنالي تحط البيز تحت شوية، وممكن تنتدوس السستين بإيدك حتى برضو، ممكن تعمل كده تطلع سستين. موضوع ممل شوية بس يعني تطلع صوت رياليستيك في الآخر. ممكن توقف البيدال هنا مثلا عشان تعمل برضو فاريشن، حاجة تمام كمان ممكن تعملها عشان تخلي الموضوع ألترا رياليستيك ان انت بتخليش النوت تنتهي مع بعض، لان صوابعك ما بتطلعش ما بتنتهيش بالظبط مع بعض، يبقى في ترحيل ما بين كل صبع والتاني. برضو في حاجة، لو لقيت مسافة كده رهيبة برضو أنا ممكن أنزل دي يعني، أجرب كده تلاقي صوت بقى أحلى شوية، لأن هو المسافات ما بعدش قوي عن بعض، مبقاش فيه فجوة كده رهيبة في الفرينج كده كبير. وفي نفس الوقت برضو ما تخليش الفيلوستيز دي تبقى، لان انت لو عامل كوبي بيست، بالذات لو عامل كوبي بيست للنوتس او كاتبهم عملت انسرت كده النوتة وبعد كده عملت كوبي بيست،
هيفضلوا كلهم بنفس الفيلوستي حتى لو واطيين. مش معنى ان هم واطيوا ان هم بقى صوتهم رياليستيك. هو الهدف ان انت لو ما لعبتش بايدك ان انت تخلي الموضوع راندوم شويه. في برضو حاجات ممكن تساعدك يعني. في بلوجن هنا في ابلتون في الميدي افكتس يعني بافكت مخصوص للميدي اسمه فيلوستي. ممكن تعمل عندهم هنا بلوجن اسمه بيانو وممكن هو بيحاول يساعدك ان انت تاتشيف دايناميك شبه البيانو شويه. ممكن تقول له راندوم يعني خلي الموضوع يبقى راندوم في الفيلوستيز. تحدد له اخرك فين يعني انت عايز اعلى صوت يبقى درجته كام. طبعا الاصوات كلها بتبقى من 0 ل 127 ده الميدي برضو كنا قلنا ده قبل كده. وعايز اوطى حاجه تبقى كام وعايز يبقى فيه ناتشرال كومبريشن. كومبريشن كميدي نوتس بقى يعني مش كافكت طبعا. ممكن تقول العب هادي عامل فرق طبعا. طبعا انت تجادج بودانك يعني انت مش لازم تسمع كلامه. او ممكن تحطه وبعد كده تري ادجست يعني ممكن تقول له انا عايز دي عاليه كده عافيه فمفيش مشكله يعني. بس فاكسبيرمنت بقى في الموضوع ده. ابتدي حط ميلودي وحط بيانو. انا اخترت بيانو لان دي حاجه بيسك جدا ومفهومه جدا للناس كلها. فابتدي اعمل ميلودي وشوف تحط بينها كورز ازاي تطلع حلوه بالبيانو واكسبيرمنت بقى بالحاجات اللي انا قلتها لك دي. ونكمل بقى الحلقه الجايه نخش في حاجات اكتر من كده يعني كونسبتس اكتر من كده. اشوفكم بقى الحلقه الجايه.